الى اليكنت والى الكره والتغطيه من شمس الدين الزوادي من الترجي تمشي خلي شمام شمس الدين الزوادي شمس الدين الزوادي شمس الدين الزوادي بالقدم تتعدى له كره مره اخرى من ايهاب المساكني محمد علي المهذبي الكره لليمين ايهاب المساكني ايهاب المساكني المساكني يرجع بالكره محمد علي المهذبي مرفوع الكره والهدف الاول للترجي محمد علي المهذبي في دقيقه 21 او في دقيقه 22 1-0 للترجي. كنت نحكي على 20 دقيقة الأولى اللي نجح فيها المتلوي في عدم قبول الأهداف، لكن في دقيقة 22 محمد علي المهذبي يفتتح النتيجة ويعطي الأسبقية للترجي. الحقيقة بلوغة الكرة الميريت الكل يرجع لشمس الدين الزوادي. إيهاب المساكني هذه الإعادة للعملية. ضربت في لاعب من المتلوي الكرة وخالطت نبيل بن عمر. تسديدة المهذبي ضربت في لاعب من المتلوي وخالطت نبيل بن عمر. الكرة إلى وسط الميدان سليم المزليني. تتعدى عماد المنياوي، عماد المنياوي، عماد المنياوي، عماد المنياوي. وهدف التعادل. عماد المنياوي وهو الرابع في رصيده. ممتاز جدا هذا الهدف. عماد المنياوي 1-1 بين الترجي ونجم المتلاوي. شوف يتعدى ثم على يسار معز بن شرفيه في لونغ لوبوزي 1-1 بين نجم المتلاوي والترجي في هذه المباراه. سوس دقائق ما بين هدف النضال النفسي مخطئ كورتو بين عادة يدي خالد نبيل بن عمارة تتنفذ الركنية أفول يهب المساكني يرجع بالكرة لحسين الراقد حسين الراقد اليسار محمد علي المهذبي يتبع فيه عفيف السنوسي أرضية الكرة شمس الدين الزوادي سعد والهدف من يهب المساكني شمس الدين الزوادي حصر وإيهاب المساكني سدد والهدف الثاني للترجي. شمس الدين الزوادي كما قلت حصر وإيهاب المساكني يعطي الأسبقية للترجي. 2-1 في توقيت 62 دقيقة لعب و15 ثانية. هذه الإعادة التحذير من شمس الدين الزوادي والزاوية مفتوحة. جوزيف يانيك نيان الهدف الخامس في رصيد الكاميروني نيانك الثالث للترجي اليوم والخامس في رصيده ويخرج بعد انهاء المهمه بكل نجاح جوزيف يانيك نيانك باش يخلي مكانه لهيثم الجويني سجل هدف الاطمئنان نجم نقولوا على النتيجه لانه انا شخصيا ما نعطيش هات اعطيونا الهدف من زاويه معاكسه هات هاو الهدف من زاويه معاكسه
ممتاز جدا هدف جوزيف يانيك نياك.